Egyptian National Federation. يقوم بتقديم جوائز السيد كارلو باسياتوري عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث والسيد اللواء هاني فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. Winner of the silver medal representing France, Valentin Bolloo. Represent Sambour, CEO of the Platinum Fund. يقوم بتقديم الجوائز للميدالية الفضية الدكتور سامبور العضو المنتدب لنادي بلاتينوم. وبطل هذه البطولة من فرنسا كريستوفر فات شامبيون دو فرانس كريستوفر فات. السيد يانوس بيسياك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الخماسي للرياضة وحامل الميدالية الذهبية في مونتريال 76 كريستوفر فات الميدالية الذهبية فالنتين بيلو الميدالية الفضية فرنسا وبابل إلياشينكو الميدالية البرونزية. السادة الحضور نرجو الوقوف للسلام الوطني لفرنسا. Athletes in the men's final at this first UIPM Pentathlon World Cup of 2018 from Paris.